يونس يقول لي وين ما يختفى فيصل، فيصل طليق مريم حسين بالسجن بالسعودية. هو من يوم ما رد من أمريكا يعني بعد ما طلقها، ويوم ما تهاوشه ونزل سنابات انه قال ان هي زورت تاريخ الزواج وان هي كانت حامل قبل الزواج، فهذا الحكي ما يعدي في السعودية. هذا انت شهرت فيها، انت كأنك اعترفت ان انت زنيت فيها قبل ما تزوجها. وزين، وحتى لو عندك خلاف معاها، البيبي ايش ذنبه؟ يعني انت ما فكرت لقدام، حسيت اثنين ياهال ومتهاوشين وما عندهم تفكير او تخطيط حق حياتهم الجاية، ومنو راح يدفع الثمن نتيجة قراراتهم؟ هالبنت المسكينة.